السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي غيثنا بالماء إن شاء الله. فوالا رانا في دراب الخدة، هاي ليك كيما راكم تشوفوا لا دايرة تاع دراب الخدة. راهي الدعوة غرقة كاع هنايا، شوفوا كرارس راهم مغرقينها والكوامن راكم تشوفوا. حنا نطلبوا المسؤولين المحليين اللي يدخلوا ويتحركوا شوية ماذا بينا باش ما تصراش الكارثة، خاطر هذه عينة من عينات دراب الخدة، وعلى بالي بليك في الجزائر كما يقول لك. حنا كنا طالبين في الشتاء، طالبين الشتاء من عند ربي سبحانه، الحمد لله او عطانا دوكا، وراهم المسؤولين باش يديروا لنا ينشيلوا الدكريز ماشي حتى تصرى الكارثه، باسكو كاين اطفال، كاين عجايز، كاين الاخر، كاين الناس اللي عندهم يروحوا للطبيب، كاين الناس اللي عندهم دي رونديفو منا. ربي يصيبنا نفعا ان شاء الله، ولكن راهي المسؤول احنا نتحملوا المسؤوليه، المسؤولين المحليين اللي راهم ما على باليش انايا، ما فهمتش لحد الان مازال ما شفناش يعني لي طرافو بيبليك، ولا مازال ما شفناش لونا، مازال ما شفناش. لازم يدخلوا في اقرب وقت. شوفوا يا جماعه، نعطيكم سبيل المثال، شوف البلوعات هذوك اللي راهم يخرجوا من الماء، وربي يسترنا، وحذر واليقظه، وسيرتو اللي راهم شادين الطريق. اللي ما عندوش خوتي، اللي ما عندوش شغل ايرجون والاخر يريح في الدار، باسكو هذه مازال ما لحقتش الشتاء، رانا في الخريف والحمد لله ربي عطانا. كم تشوفوا رانا جوست اكوتي لوبيطال كارديولوجي تاع دراب الخدة، هاوليك شوفوا يا جماعه الدراري ما نجموش يروحوا للمسجد. نطلبوا من الاولياء يخلي ولادهم في الدار، ما لازمش نخليوهم ونسي جامي، لا قدر الله ربي يسترنا وربي يعافينا. وتحية الجزائر والسلام عليكم.